النهارده ان شاء الله هنتكلم على اول تايب من الموشن، وهو ريكتيلينير موشن. ريكتيلينير موشن من اسمها معناها ان الجسم بتاعي بيتحرك في خط مستقيم. الموشن بتاعتي ليها تو مين تايبس، ريكتيلينير موشن وكيرف لينير موشن. السكشن بتاعنا النهارده هيغطي ريكتيلينير موشن. الكيرف لينير موشن ان شاء الله هنبتدي فيها من اول السكشن بتاع الاسبوع الجاي، وهنبتدي شغالين فيها لمدة 3 سكاشن متتالية. طيب لازم نعرف قبل ما نبتدي نشتغل كده في الداينامكس ان احنا في الداينامكس هنا بنتعامل مع بارتكل مش مع بادي. يعني ايه بارتكل ويعني ايه بادي؟ حد عارف؟ بارتكل مش عنده دايمنشنز والبادي عنده دايمنشنز. بالظبط كده. طيب ايه فرق دخول الدايمنشنز من عدمها معايا في المساله؟ لما بدخل الدايمنشنز بتاعتي بيظهر عندي المومنت اوف انيرشيا اللي احنا درسناه الترم الاولاني. طب لما يخش معايا المومنت اوف انيرشيا في الحسابات بتاعت الداينامكس بيغير ايه؟ بيبتدي يخش معايا ويتضرب في الالفا او الايه؟ الانجولار اكسلريشن بتاعت البادي ده، ويبتدي يخش معايا في حسابات الفورسز اللي بتاثر على البادي. طيب هل احنا هندرس الكلام ده؟ لا، احنا مش علينا الكلام ده. احنا كل الداينامكس بتاعتنا داينامكس اوف بارتكل. يعني ايه بارتكل؟ يعني مومنت اوف انيرشيا بتاع البادي مش داخل معايا في الحسابات خالص. طيب ايه اللي داخل معايا في الحسابات؟ عندي نوعين من الدراسه، حاجه اسمها كايناماتكس وحاجه اسمها كاينيتكس. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ حد عارف؟ الكايناماتكس انا بدرس الحركه بدون مسبباتها، لكن الكاينيتكس بدرس المسببات. بالظبط كده، تمام. فانا بدرس الحركه بدون مسبباتها اللي هي ايه؟ الفورس ابلايد اللي ادت الحركه دي. لكن الكاينيتكس ببتدي ادخل معايا في حساباتي الفورس ابلايد اللي ادت للحركه دي. ده كده نبذه مختصره عن ايه؟ عن الاوفرول استادي بتاعتنا في الترم ده. طيب احنا هنبتدي نفضل دارسين كايناماتكس لمده 6 سكاشن لغايه الميد ترم. هناخد اللينير موشن والكيرف لينير موشن والبروجكتايل والريلاتيف موشن. ده كده لغايه دلوقتي كده ايه؟ كايناماتكس. طيب بعد الميد ترم ناخد الكاينيتكس بقى اللي هي ايه؟ فورس اكسلريشن ميثود، وورك اند انرجي ميثود، والامبلس والامباكت، والمومنتم ميثود. ده كده ايه؟ محور دراستك في الترم كله. نبتدي نتعرف على شويه مفاهيم. يعني ايه بوزيشن؟ وايه الفرق ما بين الديسبليسمنت والديستنس؟ يعني ايه بوزيشن يا باشمهندسين؟ موضع الجسم بالنسبه لنقطه معينه. بالظبط، موضع الجسم with respect to reference point. ريفرنس بوينت دايما بتكون مين؟ الاوريجن بوينت بتاعتي. يبقى انا دايما بثبت ريفرنس بنسب ليه البوزيشن بتاع الجسم بتاعي. فيبقى ده اسمه ايه؟ البوزيشن بتاع البارتكل عند اني تايم تي. طيب ايه الفرق بين الديستنس والديسبليسمنت؟ الديسبليسمنت اقصر مسافه، او المسافه يعني اقصر مسافه بين الجسم والموضع الاوريجن بتاعه. لا، الديسبليسمنت هي الديفرنس ما بين ايه؟ البوزيشن اول نقطه الفاينل والبوزيشن الانيشال. بدرس بقول لك هات لي ديسبليسمنت ما بين موضوعين، فبتعمل ايه؟ فاينل ناقص انيشال. طيب التوتال ديستنس بقى، لا هي مش الفرق، هي ايه؟ السكيلر كوانتيتي بتاع ايه؟ الموشن بتاع البارتكل بتاعتي. يعني ايه؟ مجموع المسار اللي مشيه الجسم بتاعي خلال رحلته. يعني لو انت في الكليه ورحت من الكليه لغايه ميدان العباسيه ورجعت تاني الكليه، يبقى الديسبليسمنت بتاعتك بايه؟ بزيرو. لكن الديستنس لو اعتبرنا ان المسافه بين الكليه والميدان 2 كيلو، يبقى 4 كيلو. بالظبط كده، يبقى 4 كيلو.
تبقى الديسبيسمنت بزيرو، ده معناه ان الديسبيسمنت دي فيكتور كوانتيتي ولا سكيلر كوانتيتي؟ فيكتور كوانتيتي، بتعتمد على الدايركشن. يعني انا رايح بالبوزيتيف راجع بالنيجاتيف بيبقى مجموعهم بايه؟ بزيرو. اما الديستانس ما بتعتمدش على ايه؟ على الدايركشن. ليه؟ لان احنا واحنا بنحسب الديستانس بنحط ايه؟ بتوين مودولس او ابسوليوت. تمام كده؟ طيب الديفينيشن الثاني هو الانستانتينيوس فيلوسيتي، وهي السرعه اللحظيه. يعني ايه؟ سرعه الجسم عند البوزيشن ده، فبجيب البوزيشن بتاعي واقسمه على ايه؟ على التايم اللي عنده البوزيشن ده. دي كده ايه؟ الفي انستانتينيوس. طب الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد نفس الديفينيشن بتاع ايه؟ الديسبيسمنت والديستانس. الفرق ما بين الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد هو الفرق ما بين الديسبيسمنت والتوتال ديستانس. افريج فيلوسيتي بتساوي الديسبيسمنت على الدلتا تي، افريج سبيد بتساوي التوتال ديستانس على الدلتا تي. تمام كده؟ instantaneous acceleration هي العجلة اللحظية برضو عند الموضع معين، فانت بتجيب الانستانتينيوس فيلوسيتي وتقسمها على ايه؟ على الزمن ده. تمام؟ والاكسلريشن بتاعتنا ليها تو ديفينيشن، اللي هو دي في باي دي تي لما تكون الفيلوسيتي فانكشن في التايم تي، او في دي في باي دي اس لما تكون الفيلوسيتي فانكشن اوف اس. average acceleration هو الفرق ما بين سرعتين ما بين نقطتين على الدلتا تي. طيب الاكسلريشن بتاعتي دي ليها تو مين تايبس. ايه هما التو مين تايبس؟ يا اما constant acceleration يا اما variable acceleration. طيب لو constant acceleration مسموح لي بايه؟ مسموح لي بان انا استخدم نيوتنز لو اوف موشن، قوانين نيوتن بتاعت الحركه اللي انت اخدتها في ثانويه عامه، طبعا كلنا عارفينها. طيب لو فاريبل اكسلريشن يبقى هتحل المساله عن طريق ايه؟ الديفرنشيشن والانتجريشن. لغايه هنا في مشكله؟ لا تمام. قبل ما نبتدي نحل مسائل عايز بس انوه على حاجة. ايه امتى اقول ان الجسم ده بيأكسلريت وامتى اقول ان الجسم ده بيديسلريت؟ لما يكون الديركشن بتاع الفيلوسيتي والأكسلريشن في نفس الاتجاه يبقى دي أكسلريشن، لما يكون عكس بعض يبقى في دي ديسلريشن. تمام. طيب كويس قوي. يبقى الباشمهندس هنا بيقول على حاجه مهمه جدا. يعني انت يا باشمهندس لو انا قلت لك ان الاكسلريشن بالبوزيتيف وفي جسم تاني عامل اكسلريشن بالنيجاتيف، يبقى ابو نيجاتيف ده مش بيديسلريت يعني؟ على حسب الدايركشن. تمام. يبقى انت كده بتقول ان انت عشان تعرف تحكم على ان الجسم بيأكسلريت او بيديسلريت لازم ابص على الدايركشن بتاع الاكسلريشن والفيلوسيتي مع بعض، صح كده؟ تمام. يبقى انا بصوا معايا كده، لو انا عندي الشروط الاربعه اللي انت هتشوفها دلوقتي، اللي فوق ده الاكسلريشن واللي تحت دي ايه؟ الفيلوسيتي. كيس 1 اللي ناحيه كيس 1 ناحيه الشمال، الجسم ده بيأكسلريت ولا بيديسلريت؟ أكسلريت. أكسلريت. كيس 2 ديسلريت. كيس 3 ديسلريت. كيس 4 أكسلريت. ليه بقى؟ مدام إشارة الفيلوسيتي واخدة نفس إشارة الأكسلريشن
يبقى الجسم بتاعي ايه بيأكسلريت سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف. يبقى مادام اشاره الفيلوسيتي واخده نفس اشاره الاكسلريشن يبقى الجسم ده كده بي ايه بيأكسلريت سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف. اما لو اشاره الفيلوسيتي بقت عكس اشاره الاكسلريشن ايا كان مين فيهم البوزيتيف ومين فيهم النيجاتيف يبقى الجسم ده بي ايه بيديسيلريت. تمام ناخد مع بعض اول مساله. يلا هديكوا 3 دقايق تفكروا فيها. يلا ورقه وقلم وكالكوليتر. بصوا يا باشمهندسين عشان السكشن يبقى مفيد لازم تحل بايديك ولازم تحل بخطوات، ما تقولش انا عارف الخطوات كده في دماغي وخلاص وهستنى الشرح بتاع الباشمهندس. لازم تحل وتطلع رقم. اوكي انتوا ما شاء الله متفاعلين، ده شيء كويس مش موجود في سكشن تاني. فيلا باشمهندس ممكن اجاوب؟ بص يا باشمهندس 3 دقايق تحل لوحدك ماشي؟ حلت.
هامش مهندسين طلعنا السرعة قبل الاصطدام بالأرض كام؟ 18.13 متر per second. 18.13 متر per second. لا ازاي كده؟ اعتبر متر مش بالفيت. حاولت كله بالمتر. طب بص يا باشمهندسين عشان نتفق بقى على حاجة، المسألة اللي جاية لك بالفيت هتطلع أرقامها بالفيت. ليه؟ ليه؟ عشان هيبقى في الام سي كيو كله بالفيت. فانت الجرافيتي 9.8 ايكويفالنت ليها 32.2 فيت بير سكند سكوير. تمام؟ يبقى انت مش هتقعد تحول ارقام المسألة كلها. اللي بالفيت هيفضل طول عمره بالايه؟ بالفيت. تمام؟ يبقى الجرافيتي بالبريتش ستاندرد 32.2 فيت بير سكند سكوير. طب وطلعنا التايم بكام؟ باشمهندس هو لو عايز احول من متر الفيت احولها ازاي؟ بص يا باشمهندس 1 متر ايكوال 3 فيت. 3؟ ماشي شكرا. طيب خطوات المسألة هنا ايه اللي حصل فيها؟ انا عندي الجسم بيتحرك تحت تأثير انهي عجلة؟ عجلة الجاذبية. الجاذبية. طيب عجلة الجاذبية دي كونستانت ولا فاريبل؟ كونستانت. يبقى انا مسموح لي ان انا استخدم نيوتنز لو اوف موشن، فعشان كده استخدمت القانون الثالث اللي في فاينال سكوير ايكوال في نود سكوير بلس 2 اس، ومنها جت الفي. طيب والتايم قصاد ان انا يا اما احل بالمعادله دي او احل بالمعادله اللي هي ايه؟ الاس ايكوال ايه؟ في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير، صح ولا غلط؟ صح. ايهما افضل بالنسبه لكم؟ ديت. ديت جميل. اللي مكتوبه افضل. بس دي فيها مشكله. ايه المشكله اللي فيها؟ ان انتوا هتعوضوا بالسرعة اللي انتوا ايه؟ حسبتوها فوق. فلو دي غلط يبقى اكيد التايم هيطلع ايه؟ غلط. اما التانية ال V equal V node T plus half AT squared كل حاجة ايه؟ given في المسألة، مفيش حاجة انت ايه؟ حسبتها من بره. تمام؟ وفي الاخر الاختيار ليك، بس انت لازم تبقى عارف ان هو يفضل ان انت ما تاخدش رقم انت حسبته وتدخله في معادله تانية عشان تحسب بيه رقم جديد، لان كده نسبه الخطا لو الاولاني غلط يبقى اكيد التاني غلط، التالت غلط، وكل الارقام بعد كده اللي بتترتب عليه هتكون غلط. وانت الامتحان بتاعك بيبقى ام سي كيو، فانت ممكن تطير اربع خمس درجات بسبب حاجه زي كده. فلازم يبقى عندك كونسبت في الحل ان انت تتجنب انك تاخد رقم انت طلعته وتحطه في معادله تانية. تمام؟ ممكن التحويله من فيت بير سكند او من متر بير سكند للفيت بير سكند. الفيت يا باشمهندس بيساوي 0.3 متر، او المتر بيساوي 3 فيت. تمام؟ والسكند مش فارقه. هو ممكن يبقى فيه انشز برضه ولا في ايه؟ انشز ممكن يبقى في انشز درجات. هو اخرنا فيت بس. في حد عنده سؤال في المساله؟ طب يا باشمهندس اتفضل. هو الجي لما اجي احولها، لما اجي احولها من متر الفيت لما اضرب في 3 بتطلع 29.4، انا ليه عملتها 32.2؟ 29.4 مضربها في 3. هو الفيت مش 3 بالظبط اصلا، مش 3 بالظبط. لسه كنت هرد عليك، هي مش 3 بالظبط يا باشمهندس، هي 3 وشويه كسور بس. هو ابروكسيميت لو انا عايزها بالظبط ممكن اقول لك هي كام بالظبط، لان انا مش حافظها. انا عارف ارقام اللي هي ايه، الجرافيتي 32.2. عايز تعرف الفيت كام متر، اقسم ال 32.2 على 9.8 هيطلع لك بالظبط بقى 3.3 3.3. تمام.
في حد عنده سؤال في المسألة دي؟ لا تمام. المسألة اللي بعديها يلا. ها يا باشمهندسين. تمام يا باشمهندس خلصنا. هنا عندي في المسألة دي قال لي إن الأكسلريشن كونستنت. طب ليه في المسألة اللي قبلها ما قالش إن الأكسلريشن كونستنت؟ عشان الجسم كان بيتحرك في المسألة اللي قبلها تحت تأثير عجلة الجاذبية. وعجلة الجاذبية مش محتاج إن أنا أقول لك عليها إن هي كونستنت. هي كونستنت باي ديفولت. أما هنا أنا عندي جسم بيتحرك هوريزونتال ما بين محطتين. فطبعاً ممكن تكون الأكسلريشن بتاعته كونستنت وممكن تكون مش كونستنت، فانا لازم انوه واقول لك ان هي ايه كونستنت اكسلريشن. تمام كده. طيب ايه فكره المساله هنا؟ فكره المساله هنا ان انا عندي تو تايبس اوف دايمنشن، متر وايه والكيلومتر بير اور، فانا لازم اوحد ايه اليونتس بتاعتي. غير كده المساله هتبقى بالنسبه لك ايه سهله ومباشره. تمام. طيب اول حاجه هعملها في حل المساله ان انا ايه احول من كيلومتر بالاور لايه لمتر بير سكند وحولتها، ومعايا الفي بي نود ومعايا الفي فاينل، اقدر احسب الايه الاكسلريشن بتاعتي. وبعدين من المعادله الاولانيه بتاعت نيوتنز لو اوف موشن اقدر احسب ايه التايم تيكن عشان يروح من ايه من محطه لمحطه. في حد عنده سؤال هنا؟ لا تمام. تمام. بعديها دي بقى عايزين بقى ناس ايه ناس شديده يفكروا فيها. يلا فيها فكره وحلوه. هو ممكن معلش النتيجه بتاعت السؤال اللي فات ده على طول؟ تمام كده عشان زمانك يشوفوا المسألة اللي بعديها.
تمام شكرا. ها باشمهندسين لحظة باشمهندس بس كان ها باشمهندس
مش مهندس انا مش فاهم المساله اصلا. ليه بس مش فاهم المساله ليه؟ هو بيقول لك عايزين نحسب التايم المطلوب ان العربيه تنتقل مسافه 1 كيلومتر ستارت فروم ريست لغايه لما توصل في نقطه ما خلال الواحد كيلو ده للماكسيمم سبيد، وبعدين على مش اخر فاهم الجزء اللي هي لما بتوصل فيه الماكسيمم سبيد في سام انترميديت بوينتس، يعني خلال رحلتها بتوصل للماكسيمم سبيد في نقطه معينه، مش في النص، نقطه معينه في النص، مش في النص تمام. وبعدين بتنهي. هو احنا بنقسم المساله لجزئين وبنشتغل على كل جزء لوحده صح، وبنطلع التايم في كل واحده وكده نجمعهم على بعض. برافو صح يا باشمهندس. ونقسم المسافه تبقى 1000 مثلا، ايه مثلا اكس و1000 ماينس اكس. برافو انا فهمت الفكره العامه بس لسه في التعويض ما وصلتش. مش مشكله، احنا هنبتدي نحلها دلوقتي. بص يا باشمهندسين، المسألة بتاعتي هعتبر ان انا عندي ايه؟ two main interval. عندي حاجة اسمها على x axis t و s، وعلى y axis عندي v. في المسافة الأولانية بتاعت الأكسلريشن عندي حاجة اسمها T1 و S1، وعندي هنا T2 و S2. أنا كده قسمت المسألة لجزئين، وهو وصل للماكسيمم بوينت في V ماكسيمم في نقطة ما في النص، علما بأن S1 plus S2 بكام؟ بألف متر. In case of acceleration، في حالة الأكسلريشن إيه اللي هيحصل عندي؟ هعوض في القانون ده. الفي نود هنا بكام في اول مثلث؟ بزيرو. والفي هي في ايه؟ والفي فاينل هي في ماكسيمم. يبقى كده انا عندي الفي بتساوي ايه؟ 1.5 تي 1 تي تي 1 اللي هو الزمن الاولاني. وعندي ان الاس بتساوي في نود تي بلس هاف AT سكوير. يبقى الـ S1 بتساوي ايه؟ 0.75 T1 سكوير. بالظبط كده بقى عندي معادلة 1 ومعادلة 2 في المثلث الأولاني. هل أقدر أطلع منهم أي حاجة؟ فيهم كم unknown؟ ثلاثة. وكم معادلة؟ اثنين. يبقى مش هقدر اطلع منهم حاجة، بس اشيلهم على جنب. تعالى بقى في الكيس بتاعت الديسيليريشن. في الكيس بتاعت الديسيليريشن هتعوض بنفس القوانين، v equal v node plus at، بس المرة دي بقى v final بكام؟ بزيرو. برافو. بزيرو. وال v node هنا بكام؟ باللي طلعناه v max. v maximum.
والاكسلريشن بكام؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2. وهتعوض برضو بس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. طيب اس دي هتبقى اس 2 اللي هي بتساوي ايه؟ 1000 ماينس مين؟ اس 1 اللي هي بتساوي في ماكسيمم تي 2 ماينس هاف في 2 تي 2 سكوير. دول يبقوا برضو معادلتين في ايه؟ في تلات مجاهيل. تعال بقى نرجع للحل بتاعنا عشان نشوف الخطوات ايه كاملة. اهو في الفيرست انترفال في حالة الاكسلريشن هنطلع المعادلة اللي احنا حسبناها من شوية، وبعدين نطلع المعادلة التانية بتاعت الاكس اللي هي الاس 1. وفي حالة الديسيليشن وادي المعادلة التالتة. تمام كده؟ ايه رأيكم لو انا جيت استخدم معادلة واحد مع معادلة تلاتة؟ V maximum بتساوي 2T2 وV maximum بتساوي 1.5T1. يبقى انا كده جبت علاقة ما بين مين ومين؟ ال T1 وال T2. بالظبط كده. هروح واخد دي وعوض بيها فين؟ في معادلة رقم 2 هنا، عشان اخلي الاكس فانكشن في مين؟ في التايم. بدل ما هي فانكشن في التي 1 تبقى فانكشن في ايه يا باشمهندسه؟ في التي 2. فاهمين؟ اشيل التي 1 دي واعوض عنها بايه؟ بتي 2، وارجع اخد المعادله دي بعد ما هي بقت فانكشن في التي 2 بالمنظر ده، واروح معوض بيها فين؟ هنا مكان الاكس دي، اشيل الاكس واخليها فانكشن اوف ايه؟ اوف تي 2، فتبقى بالصوره دي. والفي 2 عوض عنها بان هي فانكشن في ايه؟ في التي 2 واضربها في التي 2. بقت المعادله رقم 4 بقى دلوقتي كلها فانكشن في ايه؟ في التي 2. يبقى اقدر احسب التي 2 ومن الريليشن بتاعت التي 1 والتي 2 اطلع التي 1 كده اعمل بلس. بالظبط كده، برافو عليك، جبت التوتال تايم. سؤال اخير، هل كنتوا متوقعين ان تي 1 يطلع اكبر من تي 2؟ اه عشان العجله اصغر. بالظبط، برافو عليك. هو ده بقى اللوجيك، هو ده اسمه اللوجيك. يعني ايه اللوجيك؟ انت ممكن وانت بتحسب تغلط في حاجة بسيطة، ده مش معناه ان انت يعني مش بتفهم او قدراتك ضعيفة، لا، غلطة بسيطة بس لازم وانت شغال يبقى عندك سنس ولوجيك. لو لقيت ان التي 1 اصغر من التي 2 لازم تعرف ان انت عندك غلطة. ليه؟ لان الاكسلريشن بتاعت الجسم هو بيعمل يعني هو بيتسارع 1.5 وهو بيتباطئ باتنين، فأكيد ما دام الأكسلريشن قليلة يبقى الزمن إيه؟ أطول، هياخد وقت كبير عشان يوصل لإيه؟ للفي ماكسيمم. وكل ما تزود الأكسلريشن كقيمة كل ما الزمن إيه؟ يقل. تمام كده؟ حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين في المساله دي؟ طب باشمهندس انا ليه اعتبرت ان هو لما يعمل 1000 متر ان هو هيبقى وقف؟ عشان هو قال كده. اه تمام، لازم تقرا المساله كويس وتعرف هو اداك فيها ايه. لو وقع منك جيفن تبقى مشكلة. حد عنده سؤال تاني؟
المسألة اللي بعديها. يلا يا باشمهندسين. ها يا باشمهندسين، اداني في المسألة دي بالوسطي function of ايه؟ في التايم. في التايم كده الاكسلريشن constant ولا variable؟ variable. variable كده ايه؟ هخش في النوع الثاني ان انا اقعد اعمل ايه بقى؟ differentiation. عمل تكامل للسرعة. بالظبط، هنعمل تكامل للسرعة ليه؟ وزود عليه 4. اه هتعمل تكامل عشان نجيب الاس. عشان نجيب الاس عند تي بكام؟ 4. 4. تمام. طيب وبعد كده هو طلب ايه بقى في المطلوب الثاني؟ طلب التوتال ديستانس ترافل خلال الانترفال من 0 لايه؟ 4. لما يجي يقول لي هات لي التوتال ديستانس ترافل، قبل ما ابتدي احسب التوتال ديستانس لازم اتشيك على ايه؟ عكس اتجاهه يساوي السرعه بصفر. بالظبط كده، عكس اتجاهه. كلمه عكس اتجاهه دي زي ما قالت الباشمهندسه اساوي السرعه بايه؟ بزيرو. واشوف هل السرعه هتساوي صفر خلال الانترفال بتاعتي ولا لا. ساويت السرعه بالصفر حد ساوي السرعه بالصفر؟ ايوه يا باشمهندس، طلعت عند 02 ده بدايه الحركه ملوش معنى عندي، اما دوت ده هو بقى اللي في وسط الايه؟ في وسط الانترفال بتاعتي. صح ولا غلط؟ تمام. فانا كده عندي زمن في وسط الانترفال، عندي كام انستانتينيوس ستوب او كام تشينج اوف دايركشن؟ واحد عند تي ايكوال 2. هي واحده. واحدة بالظبط كده، فيبقى التوتال ديستانس بتاعتي هتتقسم لكام انترفال؟ اتنين. برافو. يبقى بعدد الانستانتينيوس ستوب بلس 1. لو انا عندي واحد بس يبقى انا عندي كام انترفال؟ اتنين. لو انا عندي اتنين يبقى انا عندي كام؟ تلاتة. لو انا عندي تلاتة يبقى انا عندي كام؟ اربعة. فهمنا الحتة دي؟ نعم؟ في حد كان بيسأل؟ ممكن تقولها تاني يا باشمهندس؟
هقولها تاني في الحل بالتفصيل ما تقلقش. نبص بقى على الحل بخطوات. الفيلوسيتي بتساوي ايه؟ دي اس باي دي تي. نعمل سيباريشن اوف فاريبلز ونعمل ايه؟ الانتجريشن بتاعنا. تكامل الفيلوسيتي من ايه؟ من زيرو لغاية اربعة بالنسبة لايه؟ للتايم. بس انا افضل ما اكتبش فوق هنا اربعة. افضل ان انا اكتب هنا ايه؟ تي. عشان اطلع جنرال ايكويشن للبوزيشن فانكشن اوف تايم تي. هتقول لي ليه؟ هقول لك قدام. استنى. طيب. وتكامل الدي اس لما كان التايم بزيرو كانت الاس بكام؟ باربعة. طب لما كان التايم بتي كانت الاس بكام؟ باس. طلعنا ايكويشن جنرال للاس فانكشن اوف ايه؟ اوف تايم تي. هتعوض عن الاس باربعة هتجيب البوزيشن ايه؟ بتاع الاس اتي ايكوال اربعة. بعد كده بقى الخطوة اللي بعديها بتاعت التوتال ديستانس ترافل. هنتشك عن الفي بزيرو اللي هو تشينج اوف دايركشن. اهو. عوضنا لقينا ان ايه؟ عند تي ب 2. طيب عند دي ب 2 ده غير اتجاهه. يبقى الانترفال بتاعتي متقسمه لجزئيتين اللي هم ايه؟ تعالى بقى نبص. ممكن اللي فتح المايك يقفله؟ هتبقى الاس توتال بتساوي اس 4 ناقص اس 2 زائد اس 2 ناقص اس نود. دي كده التو انترفلز بتاعتي. تمام؟ فهمنا ازاي هتتقسم؟ طيب عشان اعرف احسبها بقى لازم يبقى معايا ايه؟ S نود و S2 و S4. S نود بكام؟ باربعة. و S4 بكام؟ بعشرين. S2 بقى لو انت كنت عملت تكامل محدد من زيرو لاربعة زي ما انا كنت بقول لك كنت هتضطر تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ باربعة برضه يا باشمهندس. من زيرو لايه؟ من زيرو لتو عشان تجيب ايه؟ S2. لكن انت دلوقتي عندك الجنرال فورم بتاعت الاس تقدر تعوض عنها باي ايه؟ باي زمن انت عايزه. وتعوض في المعادله اللي انا وريتها لك شويه على البنت وتحسب التوتال ايه؟ التوتال ديستنس. تمام؟ تمام. بعدين طلب الاكسلريشن فاضلنا الفيلوسيتي وعوضنا بالتايم. حد عنده اي سؤال؟ اتفضلي. هو الاس توتال كنا ممكن نجيبها بالديفينيت انتجريشن من 0 ل 2 بلس من 2 ل 4. ممكن وكان ممكن مش فاهم نعملها موديل تكامل موديل لس السرعه ونعملها بالاله على طول. ايوه شفتها مع ناس والله. تمام. انا مات في ثانوي. انا بقى بص يا باشمهندس انا بعلمك الخطوات الصحيحه الكامله في الحل. عشان انت في الاخر الاله دي برضو ايه بتلغي جزء من التفكير عندك. لكن هو مش غلط. بس انا بقول لك الخطوات عامله ازاي عشان برضو لو نسيتها لو الاله ما اشتغلتش معاك ما تعطلش. تمام. المساله اللي بعديها بقى عايزكم انتوا اللي تقولوا لي التوتال ديستانس بكام. سمحت يا باشمهندس. اتفضل. هو ليه 3 24 المفروض 28؟ 28 ليه بس؟ اس اتي ايكوال 2 طلعت بكام؟ بزيرو. ماشي. احسب بقى اس اتي ايكوال 4 اللي هي ب 20 ناقص اس اتي ايكوال 2 اللي هي بايه؟ بزيرو.
يبقى 20. وبعدين S at equal to اللي هي بزيرو ناقص S النود اللي هي بأربعة تحت المودرس تبقى ايه؟ أربعة. يبقى 20 زائد أربعة بكام؟ ماشي 24. تمام؟ تمام. مسألة اللي بعديها عندي كام instantaneous stop في المسألة دي يا باشمهندسين؟ اثنين. اللي هم عند زمن كام وكام؟ اثنين. واحد وخمسة. واحد وخمسة. واحد وخمسة. برافو عليكم. كده هيبقى عندي كام absolute؟ ثلاثة. ثلاثة. برافو. برافو. هيبقى عندي ثلاثة. هلاقي نفسي بقى لما اجي اقسم الابسوليوت بتاعي هيبقى مقسوم لثلاثة intervals اللي هم بقى ايه؟ تعال نبص عليهم 0 ل 1 و 1 ل 5 و 5 ل 6. يبقى عندي الاس توتال 1 2 3. اس ات ايكوال 6 ناقص اس ناقص اس ات ايكوال ايه 5. اس ات ايكوال 5 ناقص اس at equal a 1 s at equal 1 minus s node كده. لازم بقى يبقى عندي عشان اعرف احل المساله لازم يبقى عندي ايه s 6 و s 5 و s 1 و s ايه و s node. اعوض بيهم بقى في معادله الايه البوزيشن. اجيب ايه ال 4 s دي هتلاقي ان اس نود بزيرو واس واحد بسيفن واس فايف بنيجاتيف 25 واس سيكس بنيجاتيف ايه 18. لما تيجي تعوض في المعادلات فوق بقى اس ستة بكام ناقص 18 اس خمسة بكام
ناقص 25 بس في ايه؟ بس في ناقص يبقى نيجاتيف في نيجاتيف ايه؟ بوزيتيف. فاهمين الحته دي؟ بعدين اس 5 بناقص 25 اس 1 ب 7 وفي ناقص يبقى ناقص 7 اس 1 ب 7 ناقص اس نود اللي هو 0 وطبعا كله ما بين ايه؟ ما بين مودلز. فاهمين الحته دي يا باشمهندسين؟ تمام. اروح بقى معوض بالابسوليوت ده واطلع التوتال ديستانس بتاعتي. وبعدين هو قال لك ارسم المسار. لو انا جيت ارسم المسار اس اتيكوال 0 واس اتيكوال 1، اس اتيكوال 1 كان بكام؟ ب 7، يبقى ماشي يمين ولا شمال؟ يمين. يمين. بس عند تي ايكوال 1 دي ايه اللي حصل فيها؟ تشينج اوف دايركشن، يبقى مش هيكمل يمين، هيكمل ايه بعد كده؟ شمال لغايه تي ايكوال كام؟ 5. وبعدين عند تي ايكوال 5 برضه حصل فيها تشينج اوف دايركشن، يبقى مش هيكمل شمال، هيعكس اتجاهه ويروح ايه؟ يروح يمين. تمام؟ تمام. مش وبعدين في طريقه مختلفه ثانيه تقدر تحسب بيها التوتال ديستانس غير الابسوليوت اللي يعجبك يعني. المسافه دي قد ايه؟ 7. المسافه دي ايه؟ 7. والمسافه الثانيه دي كام؟ والمسافه دي كلها كام؟ 25 زائد 7. 25 زائد 7. المسافه الصغيره اللي فوق دي كام؟ 7. فروح قال لك 7 و7 و7 و25. عايز تحسب كده اوكي، عايز تحسب بالمودلس برضو اوكي، بس انا افضل بالمودلس. المودلس بقى ايه؟ ما بيفرقش معاه اشارات ولا اي حاجه، بيظبط نفسه بنفسه. تمام كده يا باشمهندسين؟ هي يا باشمهندس مش هتطلع ب 50 سكند؟ لا مش ب 50، 46. حد عنده سؤال؟ تمام يا باشمهندس. آخر مسألة بقى. يلا دقيقة كده وتقولوا لي على طول ايه الرقم النهائي كام؟ طلعناها بكام يا باشمهندسين؟ ستين وخمسة وسبعين. ستين وخمسة وسبعين؟ ليه كده بس؟ الاس بكام؟ معاك الفيلوستي هتعمل لها انتجريشن تطلع ايه؟ المعادلة بتاعت الاس. قصدي معاك الاكسلريشن تعملها انتجريشن تطلع الفيلوستي.
فانكشن اوف تايم تي، بعدين تعملها انتجريشن تاني تطلع ايه الاس بتاعتك. علما بان الانيشال سبيد الفي نود كان بكام؟ ب 27. طب هل هو اتكلم على الاس نود؟ لا، ما دام ما اتكلمش عنها يبقى الاس نود بزيرو لما كانت التي بزيرو، ده ديفولت كده. ما دام ما اتكلمش عنها يبقى الاس بزيرو لما كانت التي بزيرو. هتعوض وتحسب ايه التوتال اس بتاعك. تمام كده باشمهندس؟ نعم. هو هيتوقف عن الحركة لما يعدي 3 ثواني صح؟ دي بزيرو. تمام. ما احنا استخدمنا بعد ما جبنا معادلة الـ V function of time t اللي هي المعادلة دي، استخدمناها عشان نعرف ايه الزمن اللي هو اخده عشان يقف، عوضنا عن الـ V بزيرو. تمام؟ بعدين عملنا بقى الانتجريشن بتاعنا من 0 ل 3 اللي هو عشان انا عرفت الزمن بتاعي، ومن 0 ل S. انا بقى هنا عايز اسألك سؤال، ايه علاقة هنا التوتال ديستانس بالديسبليسمنت؟ بتساويها؟ برافو عليك، بتساويها بتساويها، بس مش على طول بتساويها. بتساويها كايه؟ كايه يا باشمهندس؟ كماجنيتيود. بتساويها كماجنيتيود، لكن ممكن الديسبليسمنت تطلع 54 بس باشاره ايه؟ نيجاتيف. لكن الديستانس لازم تطلع 54 واشارتها ايه؟ بوزيتيف. خلاص؟ فهمنا الحته دي؟ عشان ما فيش في النص تشينج اوف دايركشن. هنا كده ديسبليسمنت هي الديستانس، لان ايه؟ بقت فرق ما بين نقطتين، تو بوزيشنز. فهمنا الحته دي؟ ايوه تمام. تمام. انا مبسوط جدا ان انا اديتكم النهارده، انتوا سيكشن فيري اكتف وشطار، فانا سعيد ان انا بعمل معاكم الترم ده. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. عندي سؤال بس يا اتفضل. واحنا المفروض نحل من الريفرنس ولا نحل منين؟ انا رفعت لكم على الفايلز المسائل اللي عليك. هتخش هتلاقي السيكشن اللي انا اديته لك النهارده، وهتلاقي المسائل اللي عليك في هيبلر، ومش اي هيبلر، 13 اديشن. تمام، شكرا يا باشمهندس. يا باشمهندس شكرا. طب يا باشمهندس عاوزين السلايد بتاعت حضرتك، حضرتك هتبعتها لنا على ايه؟ رفعتها والله، بقول لكم رفعتها على التوتوريال فايلز، هتخش هتلاقوها دلوقتي. تمام ماشي يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.